السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب 343، أهلا وسهلا بكم في مع فيديو جديد، فيديو رقم 6 بعنوان Primes and Factorization. راح يكون في عندنا 2 subsections. السكشن الأول حبيت نحكي عنه more on finding primes. فيديو سابق عرفنا شو يعني برايم، كيف نحسب عنه، لما نسهل عملية نبحث عن البرايمز. في لما if n is composite then it has a divisor d such that 1 أقل من d أقل أو يساوي جذر n. يعني فأنت لما تفحص قواسم الكومبوزيت، يعني بدك مثلا نفترض بدنا عدد معين 100، هل هو برايم ولا لا؟ بتجرب تقسم كل الحالات، هل بقسم على 2؟ بقسم، اذا مش برايم. اوكي، مثلا ناخذ عدد 97، بقسم على 2، بقسم على 3. اوكي، بس ممكن واحد يفكر يضل اجرب ل 97 لغايه 96. لا، النظريه بتقول لك ما هو اذا كومبوزيت ففي عدد اقل او يساوي جذر n، يعني جذر 97 تقريبا اقل من 10، فانت بتفحص ل9، ما في داعي تفحص لغايه 96، فهي بتسهل انك تلقى العدد البرايم. اوكي، انك وانت تفحص ما تقسم كل الاعداد، اقل عن جذر n تقريبا. البرهان since n is composite معناها انه n تساوي a b where ال a وال b اكبر من 1 واقل من n. It is enough، هنا بالتصليح املائي، now to show that انه ال a اقل او يساوي جذر n or b اقل او يساوي جذر n. يعني احنا الان انه ال n هي حاصل ضرب عددين، احنا والنظريه بتقول او انه في قاسم من القواسم اقل او يساوي جذر n، يكفي اني اثبت يا ال A اقل او يساوي جذر M يا ال B اقل او يساوي جذر M. هون راح نتبع ايضا اسلوب التناقض. لنفترض لا، A اقل او يساوي جذر M، B اقل او يساوي جذر M، عكسه لا، يعني لا ال A اقل او يساوي جذر M ولا ال B اقل او يساوي جذر M، فمعناها انه ال A اكبر من جذر M وال B اكبر من جذر M. طبعا اعداد موجبه، نتذكر انه اعداد موجبه لانه هون نستخدم علاقه الترتيب، فبما اعداد موجبه ف A B اعداد موجبه اكبر من 1، مش بس اعداد موجبه اكبر، ف A B اكبر من جذر n في جذر n، اعداد اكبر من 1، فعلاقه الترتيب بتقول انه A B اكبر من جذر n في جذر n. طب ال A B هي n وجذر n تربيع n، فصارت n اكبر من n. شيء مضحك، لا يجوز، معناه في شيء عملناه غلط. ما في شيء غلط عملته الا انه فرضت انه لا ال A اقل او يساوي جذر n ولا ال B اقل او يساوي جذر n، اذا لازم يكون واحد منهم على الاقل او يساوي جذر n، هيك بنكون برهنا ان علم. النظريه كمان بيساعدنا اكثر، زي ال 97 احنا حكينا بنفحص قواسمها من 2 ل 10، لا بيكفي تاخذ البرايمز بس من 2 ل 10. If n is composite then it has a prime divisor less than or equal to جذر m، اذا هون اذا كومبوزيت ففي برايم ديفايزر less than البرايم فقط ديفايزر. اوكي، فاذا إذا كومبوزيت فيه، فإذا اخترت عدد وبدك تفحصه وما كان فيه إذا مش كومبوزيت. By the lemma above, n has a divisor d with 1 less than d less than squared n. قبل شوي برهنا. By a theorem in video 5. الفيديو السابق امبارح. D has a prime divisor, say P divides D.
شو صار عندنا؟ D تقسم M والP تقسم D. إذن الP تقسم M تعدي. هذا اللي هو فيديو واحد. Also according to theorem in فيديو واحد كان في عندنا خواص اللي بتتذكروا فيه ست نقاط. واحدة من النقاط إنه إذا كان إذا كان ال P تقسم D وال D أكبر من صفر فال P أقل أو يساوي D. هيتا فبنستنتج إنه P أقل أو يساوي D وال D إحنا نعرف أنه أقل أو يساوي N، فمعناته واحد أقل من P أقل أو يساوي D أقل أو يساوي جذر N، وال P ماله يقسم N وهو المطلوب في النظرية. قبل ما أستمر بدنا نعملكم تجربة، مثلا كيف بدنا نبحث عن الأعداد أولية من واحد إلى مية. اوكي راح انتقل لكتاب روزن بهذا الشكل. فترتب الاعداد انت من واحد الى مية مصفطين زي هيك. انت الاعداد اللي لغايه مية جذر المية اكبر عدد جذر اللي هو 10، فانت بتبحث عن البرايم ديفايزر اذا في راح تكون يا 2 يا 3 يا 5 يا 7. اوكي فاول شيء البرايم ديفايزر 2 3 5 7 هذول سهل البرايمز، وبعدين بنشيل مضاعفاتهم. فلاحظ مضاعفات الاثنين عملت خط افقي عليها او معمول خط افقي، هذا بنشيله يعني هذول لانه 4 تقسيم 2 فشلنا مضاعفات الاثنين، شلنا 6 شلنا 8 شلنا 10 شلنا 12 شلنا 14 الى اخره. بعد ذلك بنروح على مضاعفات الثلاث، المضاعفات الثلاث 6، الستة لاحظ كانت مشيوله اصلا من 2، التسعة ما كان مشيول، بنعمل خط هيك لاحظ مايل بهذا الشكل. اوكي بعديها 12 كان مشيول، 15 بهذا الشكل وبنضربها هكذا. بعد ذلك 5 بنشيل 10، بس 10 مشيول اصلا، 15 مشيول اصلا من 3، 20 مشيول من 2، 25 مش مشيول، لما لاحظ حطينا خط اخر نميزها بضل تستمر. بعدين بنجرب مضاعفات السبعه، فلاحظ مضاعفات السبعه زي مثلا 77 لا تقسم 3 2 ولا 3، فكانت خط عمودي. بعد ما تشيل هذول لاحظ احنا فحصنا الاعداد فقط اللي مضاعفاتنا هذول ما حيكونوا برايم، الباقي الاعداد راح تكون برايم. طبعا شيل الواحد انه يونت، فبكون عندنا برايم 2 3 5 7 11 13 17 19 اوكي الى اخره. فهذه الطريقة اسمها سيف اوف إيراتوستينيز. اوكي معروفة. فممكن حتى واجب لك اعمل مثلا تجيب لي البرايمز اللي هي من 1 ل 300 او خليها من 1 ل 400. ف 400 عندك جذر 20، فانت بتفحص البرايمز الاقل من 20 وبصير تشيل بهذا الشكل. اوكي نرجع ل اوكي فهي طريقه فايندينج برايم. الجزء الاخر الفاكتورايزيشن. Every integer n greater than 1 can be expressed as product of primes with perhaps only one factor. يعني one factor prime او حاصل ضرب برايم. البرهان we use the mathematical induction. طبعا n اكبر من 1 فالبيس راح يكون n تساوي 2. ان تساوي 2 لاحظ 2 تساوي 2 1 فاكتور فصحيحه. لنفترض انها صحيحه لكل ان اكبر من 1 واقل او يساوي كي. Assume that the statement is true for all n with 1 less than n less than or equals k. بعد ذلك for n equals k plus 1. في عندنا حالتين. If k plus 1 is prime then k plus 1 تساوي k plus 1 and we are done. If k plus 1 is composite, then k plus 1 تساوي st where st أكبر أو يساوي 2 أو أقل أو يساوي k. الآن نستخدم خطوة رقم 2 induction assumption اللي هي أنه كل واحد منهم يا prime يا حاصل ضرب prime. فالs والt are primes or product of prime. فالt plus 1 sorry هنا صلحوها k plus 1. k plus 1 هاي اللي هي ST، ما هي S يا برايم يا حاصل ضرب برايم، والT يا برايم يا حاصل ضرب برايم، إذا راح تكون كلها ST حاصل ضرب برايم. إذا سو هون بعد تصريح K بلس 1
is a product of a prime. Okay. هذا ما لدينا هذا اليوم. غدا راح نستكمل مع اليونيك فاكتورايزيشن. مش بس فاكتورايزيشن. فاكتورايزيشن هو يونيك. هاي هي fundamental theorem of arithmetic. إلى اللقاء في مع فيديو.